والبدع والمعاصي، يكون التوحيد صافي عند المسلم. جمعت سمرامنا إسلام تروتا بانجي أجبا ريكا أبتقات لو توحيد يحقق التوحيد بالقول والاعتقاد والعمل بثلاثة أشياء. من جاء توحيد أوي بيسم لي دايبكا هاي نجد. تحقيق التوحيد يكون بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. من جاء توحيد دايبكا تام نبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. كاتام نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم. كاتام صحابة رضوان الله عليهم.